أكيد منقول إنه بقدر ما كانت هي شيء سلبي وكارثي على البشرية، بس الحقيقة كمان بقدر ما هي دفعت لتطوير التعليم ودفعت لتطوير منصات إلكترونية مثل اللي هلأ اليوم شفناها. وهي المنصات الحقيقة هي جزء أساسي صارت من عملية التعليم اليوم. إذا نسأل حالنا طيب إذا بكرة انتهت الكورونا بنحافظ على التعليم الإلكتروني ولا بنعمل دمج بينه وبين التعليم التقليدي؟ الحقيقة الميزة إنه بتعمل عدالة بالتعليم بين المناطق، والأستاذ المتميز بيصير متاح لكل طلاب بسوريا، ما عاد مربوط جغرافيا بالطلاب اللي غاب عليه.